13/11/2011 يوم جديد، يوم الحد، دايما بيبقى يوم بداية الأسبوع. البورصة بتتفتح، والنهاردة عندنا فقرة خاصة بالبورصة على فكرة، والبنوك بتفتح، وعلى فكرة الودائع ابتدت تبقى بتزيد، أو فايدة الودائع بتزيد. عندنا فقرة الصحافة النهاردة، ضيفتي الأستاذة أمال عويضة الصحفية في جريدة الأهرام. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا أشرف، مع بداية بعد أسبوع مشحون، يعني بداية حذرة، خلينا نقول بداية حذرة بعد أسبوع. لا أنا بقول إنه مش حذرة، أنا بقول إنه هو الوضع ملتهب. يعني محتاجين مرهم في كل حته. لا، ما احنا حذره بمعنى ان احنا ايه، لازم نحط رجلينا واحنا بنشوف الخطوه الثانيه رايحه فين، بس لغايه دلوقتي احنا رفعنا رجلينا بس مش عارفين نحطها فين، فهي حذره لهذا السبب. انا برجع اقول انها ملتهبه برضو في كل حته، حتى في موضوع سوريا كمان. النهارده بنبتدي وبنستعرض الصحافه من بدايه من المصري اليوم، صفحه اولى 19، دعوه جديده تطارد فلول الحزب الوطني. الأخبار صفحة أولى، الحكومة تبحث اعتراضات الأحزاب على وثيقة المبادئ الدستورية. المصري اليوم صفحة 3، البرعي، المصريون بالخارج ينتخبون وفقا لآخر محل إقامة والسفارات تشرف على التصويت. المصري اليوم صفحة أولى، أزمة جديدة في حرب القرى. حرب القرى دي أنا عايز أحط عليها تحتيها خطين 3-4. الشروق صفحة 3، مفاجأة الداخلية، تسرح جنود الشرطة شهود محاكمة قتل الثوار الغربية. المصري اليوم صفحة أولى، قداس عالمي لمدة 12 ساعة للصلاة من أجل السلام في مصر وطرد الإرهاب. المصري اليوم صفحة 8، أحداث استطلاع رأي، 62% من المصريين يشعرون بأن أحوال زادت سوءا بعد 8 شهور من الثورة، و 75% يريدون دولة مدنية. من الأهرام صفحة أولى، تعليق عضوية سوريا بالجامعة العربية، دعوة المعارضة السورية لتنسيق المواقف ومطالبة الجيش بعدم التورط في العنف. أمال معايا مصر اليوم، تقريبا الخبرين ليهم علاقة ببعض تقريبا. مصر اليوم صفحة أولى، 19 دعوة جديدة تطارد فلول الحزب الوطني، والأخبار صفحة أولى، الحكومة تبحث اعتراضات الأحزاب على وثيقة المبادئ الدستورية. خلينا نقول بصراحة أن مصر كلها غرقانة في حالة من نقول التهاب. الالتهاب زي ما وصفها أشرف، لكن الحقيقة هو مش التهاب، هو غليان. خلينا نحدد مصطلحات، يعني غليان بمعنى أنه عندنا انتخابات على نهاية هذا الشهر، ستبدأ يعني على نهاية هذا الشهر، متقسمة لدوائر ومتقسمة لمناطق. أعتقد أن دي حتى بتشكل مشكلة، أنت إذا كنت من بني سويف ولا من القاهرة ولا من الأقصر، حتى برضو دي ليها بدايات مختلفة. الناس كلها مركزة في التفاصيل وناسية أن عندنا خطوة مهمة جدا يوم 28 هتبدأ في القاهرة وبعض المحافظات تتعلق بالانتخابات البرلمانية. في 19 دعوة ليها علاقة بفلول الحزب الوطني، واللي احنا بنتكلم منذ قيام الثورة، احنا دلوقتي في 11/11، كملنا 10 شهور بالتمام والكمال، عاملين ثورة بقالنا 10 شهور، خرجنا او تنحى فيها الرئيس السابق، ولغاية دلوقتي احنا بنتكلم عن فلول الحزب الوطني. لم نتخذ خطوات حاسمة مانعة جامعة بحسم المسألة، ومنقولش ان هم هنحرمهم من حقهم السياسي، ولكن قانون يشرع هذه المسألة، بمعنى ان هم هذه الناس على مدار سنوات، بغض النظر 30 سنة، على مدار 50 الأخيرة، العشر سنين الأخيرة، بداية من انتخابات برلمانية 2000-2005، 2000 نص نص، 2005 نص نزيهة، 2010 مش نزيهة خالص، عندنا 10 سنين أهم كان موجود فيها أعضاء الحزب الوطني اللي عددهم 3 مليون 4 مليون 5 مليون، ما يهمنيش العدد، بس احنا 80 مليون مصري، 50 مليون عندهم قوة تصويتية. ال 50 مليون دول كان يخرج منهم أصوات جديدة لأحزاب جديدة لناس جديدة لوجوه جديدة، نعطي الفرصة لأجيال مختلفة إن هي تمارس حقها السياسي. طيب. بمعنى إنه 5 سنين ما كانش هتشكل عائق دستوري فظيع، ولكن قانون كان ينظم كل مسألة، وده اللي احنا بنقراه النهاردة في الأخبار، إنه بيقولوا إنه في هيصدر قانون العزل السياسي أو الغدر يعني أو إفساد الحياة السياسية كما يسمى، وما فيهوش، تخيل، عارف ما فيهوش إيه؟ تهمة استغلال النفوذ. صباح الخير، صباح الخير جدا، يعني اللي استغل النفوذ وكان ما كانش عضو في الحزب الوطني برضو يدخل، ما فيش اي مشاكل. تمام. مش عارفه، هو في حاله من التخبط، في حاله من الاسترخاء. الحكومه تبحث اعتراض الحزب الاحزاب على وثيقه المبادئ الدستوريه. وثيقه المبادئ الدستوريه طبعا قايم الحوار عليها بقاله نقول خلال الاسبوعين اللي فاتوا او 3 اسابيع اللي فاتوا. محور المساله الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء،
بيقول ان هي مش بدعه والاخوان وافقوا والاخوان رفضوا و و وفي مجموعه من اللقاءات التي ستتم حوالين هذه الوثيقه للوصول الى حل وسط. طبعا ما عندناش حل غير الحوار، مش هينفع غير الحوار. في عندنا وثيقه الازهر اذا كان يتم الرجوع اليها وكان بعض اغلبيه القوى السياسيه وافقت عليها، عندنا مراجع نقدر نرجع لها، هي لا قانون ولا هي مقدسه ولا اي حاجه، بس هي مجموعه من القواعد التي تشرع للخطوة القادمة اللي احنا مقبلين عليها. طيب المصري اليوم صفحة 3، البرعي: المصريون بالخارج ينتخبون وفقا لآخر محل إقامة والسفارات تشرف على التصويت. مش عايزة أقول أي أمثال شعبية تتناقض مع الفرحة اللي حاسس بيها المصريين دلوقتي في الخارج، واللي بيقفوا قدام سفاراتنا وعلى رأسها سفارة واشنطن لتغيير الرقم القومي ولتسجيل أسمائهم، حاجة بتقول لك أنه فعلا المصريين حريصين الانتخابات دي تكون مختلفة. على الجانب الاخر، مش الجانب الاخر من النهر، على الجانب الاخر في مصر محدش عارف هيحصل تصويت ازاي. عندك تجربه تجربه حصلت في تونس، عندك كوادر الكترونيه تقدر تعمل لك مواقع موجوده، بس لغايه دلوقتي احنا فرحانين بالقرار، ولكن حتى هذه اللحظه انا وانت واللي بره مش عارفين هيتم ده ازاي. في طبعا كلام بيتقال، لكن احنا منتظرين انه المساله تبقى واضحه لدرجه ان احنا نقول فعلا مبروك انه ابناء مصر في الخارج هيصوتوا. شاهدين رأيك سعيد، انا من اول ما قريت الصحافه واحده واحده كده ثلاث اخبار، لو حضراتكم واخدين بالكم ان انا ما بتكلمش ولا بقول اي حاجه خالص، سايب الاستاذه امال تتكلم زي ما هي عايزه. الصدمه اكبر. انما انا هتكلم بقى في الخبر اللي جاي، لان انا الخبر اللي جاي ده اللي هو المصري اليوم صفحه اولى: ازمه جديده في حرب الكرة طبعا. حرب الكرة دي بقى حضرتك، يعني إذا كنا احنا مشغولين بالانتخابات والتصويت من بره مصر، الانتخابات يا أشرف برضه، والأحزاب وثيقة المبدأ الدستوري ولا لأ، والإخوان والسلفيين، فاحنا عندنا حاجة بقى إيه وصلنا ليها غير معتادة، ولا قبل الثورة ولا بعد الثورة، ودي حاجة لازم إن احنا نحذر منها تماما، ان الناس ما بقتش طايقه بعض. الكره والنجوع اللي هو اصل انا حصل مش عارف ايه حصل مين، يروحوا قايمين على بعض قريه بحالها على بعض، مش بس ان احنا نروح بعض. نوقف الطريق الدولي واللي هو اللي ماسك كفر الشيخ امبارح على الهوا بيتكلم وبيقول الوضع الحقيقه في كفر الشيخ يعني مش كويس. كويس ان في شفافيه، ده حاجه كويسه، لكن غير مطمئنه. ان انا المينا بتاعت المينا الخاصه بانا وانها واقفه ومش عارفين ندخل ونطلع، دي مصيبه ازيد. الناس عماله وايه بقى، بناخد رهاين من قريه تانية، ومش واحد واتنين وعيله وعيلتين، لا ده قريتين بيقوموا على بعض، قبائل وقبائل وحاجات. تعليق حضرتك ايه؟ بص، هي مش الناس مش طايقه بعض، ده يعني هو احد الاسباب ان الناس مش طايقه بعض، بس كمان منطق حقي هاخده بدراعي. ما هو طالما انا ما عنديش حد بينظم المساله وبيضع الحدود، واحنا منشغلين في شويه تفاصيل ملهاش يعني ليها لازمه او ملهاش لازمه، وسايبين الدنيا تغرق، فطبيعي ان ده يحصل. حقي هاخده بدراعي. ما هو انت انا مثلا ايه واحد، طب وحقي هياخده بدراعي ده؟ لا انا بحللها لك، بس مش بقول انا موافق. واحنا داخلين على الانتخابات، خلي بالك، واحنا داخلين على، طب ايه اللي هيحصل في مصر في الحاله دي بقى؟ اللي هيحصل في مصر في الحاله دي لابد من تدخل يخلي الشرطه والجيش، الجيش اللي واقفين، الشرطه والجيش، يعني انت لو قريت في الجرايد، انا يعني لا افتقت على حد، يعني مش بقول كلام مش موجود في الجرايد النهارده، موجود الناس بتقول لك في هنا مثلا انه الجيش والشرطه واقفين بيتفرجوا. طب بتتفرجوا، بيسالوهم طب بتتفرجوا ليه يا جماعه؟ اصل احنا مش عايزين نتدخل ونبقى طرف. انت طرف، انت طرف بمعنى محافظ كفر الشيخ، يمين ولا محافظ شمال كفر الشيخ يعني. في الحوار اللي قاله ان هو وخلاص وصول القوات المسلحه خلاص داخله وهتخش ان شاء الله عشان نفتح الطريق الدولي. طب وبعدين احنا كل مره هنقعد مستنيين الجيش هو اللي يخش عشان يحل لنا المشكله؟ المشاكل متراكمه ليها جذورها. عندك محافظين موجودين مش فاهمين دورهم نتيجه لوجود عدم وجود اجهزه محليه بتساعدهم في تنفيذ دوت، ونتيجه ل نقول ايه، مش تعفف بقى، تراجع، تجاهل، تطنيش من الشرطه ومن الجيش. لازم نعترف بده. في هيئتين مهمتين عندك جدا مش قايمين بدورهم كما يجب، بمعنى ان هم خايفين يتدخلوا. خايفين يتدخلوا ايه؟ انت دورك ان انت تتدخل اساسا، بس مش هتدخل لحساب سين لحساب صاد، لا هتدخل لحساب مصر، بمعنى انا عندي ازمه في هنا فيها قبيله فلان وقبيله فلان، شوف بقى انت تحلها باي طريقه بقى.
طريقة ان انت تضع قوات بين الجانبين، طريقة ان انت تستدعي الكبار، طريقة ان انت تنفذ قانون مش منفذ اساسا في الصعيد، الصعيد اساسا خارج القانون. شوف البدائل المتاحة في اللحظة الحالية وحل المسألة من جذورها. لما نروح لدمياط، دمياط انت عندك مشكلة، مش مشكلة النهاردة يا أشرف، برضو مشكلة مصنع أجريوم دي اللي هو بيتحول وبيتغير باعتباره لابس الماسك يعني القناع، خلص من أجريوم دخل على مصنع تاني أخد نسبة منه تقريبا 26%. الناس مش هبلة، ودي إشارة تفاؤل كويسة، بمعنى أنت شايف المسألة سودة، لا في دمياط الإشارة كويسة، بمعنى الناس مش هتقبل تاني إن هي يتلعب بيها. انت عندك تقرير موجود تقريبا في مصر اليوم النهارده بيقول لك انه المصنع ده على بعد مسافه عده مساحات حقليه من مدرسه، الشجر اصفر والمنطقه دي ما بقتش تتزرع، ودي كلها دلائل تقول ان المصنع ده مش حقيقي. لو اتنقلنا فين يعني، ما انت اتنقلت المساله اشتعلت من هنا لسوهاج لكفر الشيخ، عندك مشكله في بنها، عندك مشكله اخرى في الكتان، في احدى شركات الكتان، لانه في قانون مش قانون، في قرار قضائي نزل وما تنفذ. يعني انت أمال عندك المشكله انه عدم التنفيذ والتباطؤ برضه. تمام، كل ده تمام، بس يا استاذه امال عايز اخش بقى على يعني الخبر اللي جاي، بس أوكي. وصلت ان احنا في خلافات عشان حبوب مخدره فالقريتين قاموا على بعض. ايوه حصل ان هنا عشان في اتنين عكسوا بعض، ولا اتنين بيتجوزوا فحصل خناق قاموا الاتنين على بعض، القريتين مش عيلتين، فتنه طائفيه، لان هم واحده محجبه في عربيه فده مش يعني. مؤشرات كويسه لمصر. احنا مشغولين بحاجات تانية، شايف كويس منتخبات وبتاع وهايل وجميل، مع ان الانتخابات شكلها كده ربنا يستر عليها، ولكن احنا في حاجات تانية بتحصل في مصر احنا مش واخدين بالنا منها. الشروق صفحة 3، الدولة لا تقوم بدورها، ونقطة من أول السطر. الشروق صفحة 3، مفاجأة الداخلية تسرح جنود الشرطة شهود محاكمة قتلة ثوار الغربية. أنا أختلف مع الشروق من البداية، هي مش مفاجأة أساسا، يعني هو الداخلية أساسا اتسرحت من يوم 28، يعني خلينا نتكلم بصراحة بقى. هي يعني الداخلية يعني مش فاهم سرحتهم إزاي، بس مش فاهم سرحتهم بمعنى إنه ما بقوش موجودين في الخدمة. هو لغط قانوني أو مشكلة قانونية، إنه بدل ما تعلمه على مكان محل عمله باعتباره أمين شرطة، لا هتعلمه على مقر سكنه، ودي مسألة قانونية هتتحل يعني. بس المشكلة إن هي هترجعنا لمشكلة الداخلية. الداخلية بتتصرف باعتبارها في عالم آخر غير عالمنا. أنا أحيانا بتساءل، هم بتوع الداخلية أساسا عايشين معانا في مصر اللي احنا عايشينها، ولا عايشين في حتة أخرى؟ ننقل على الخبر اللي بعده. المصري اليوم، المصري اليوم صفحة أولى، قداس عالمي لمدة 12 ساعة للصلاة من أجل السلام في مصر وطرد الإرهاب. الخبر ده شخصيا أسعدني جدا، يعني أنا ما حضرتوش لكن كنت أتمنى، وكتبت ده حتى على صفحتي الشخصية على الفيسبوك، إنه موسى نبي، عيسى نبي، محمد نبي، وكل من له نبي يصلي عليه، صلوا جميعا من أجل مصر. صحيح. هذا ما حدث في منطقة المقطم في دير القديس سمعان، حاجة محترمة بالفعل جداً. على مدار 12 ساعة تمت الصلاة من أجل مصر، حضرها عدد بيتراوح ما بين 50,000 و 100,000، رفعوا جميعا أو أغلبهم أعلام أعلام مصر، ونشدوا في نشيد مصر في الآخر، أسلمي أسلمي يا مصر. الحقيقة كل هذا الجمال الروحاني الذي يعم مصر يخلينا ندرك أنه مصر بخير، مصر هتتقدم، بس لو إحنا أمننا بفكرة الصلاة من أجلها. زي ما كنا بنتكلم المرة اللي فاتت أعتقد أشرف، مش عارفة، أو المرة اللي قبلها، بنقول أنه لو خرج كل محبي مصر في صلاة، لو خرج كل محبي مصر في تنظيف الشوارع، لو خرج كل محبي مصر في تدعيم أمنها، سلفيين، مسيحيين، إخوان مسلمين، ليبراليين، علمانيين، بس الحقيقة أن إحنا كلنا ماسكين في شعر بعض وسايبين البلد زي ما أنت بتقول في حالة التهاب.